اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن محمد مجدي حمزه، لاعب دافع الجله للنادي الاهلي ومنتخب مصر، وطبعا اللي هيشارك في اولمبياد طوكيو 2020 القادمه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك ومنورنا ومنور قناه النادي الاهلي. الله يخليك ونورك. والله ربنا يخليك يا كابتن محمد. احنا عملنا تقرير عنك كده، يمكن الجمهور يعرفك اكتر. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لك تاني. اعزائي المشاهدين، جهزنا تقرير عن محمد مجدي حمزه، خلينا نشوفه وارجع لكم. نجح محمد مجدي حمزة لاعب المنتخب الوطني لدفع الجلة ونجم النادي الأهلي لألعاب القوى في تسطير اسمه بأحرف من نور عقب صعوده لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين. وحصل حمزة على تذكرة الصعود للأولمبياد بعدما حقق الرقم التأهيلي خلال مشاركته في بطولة القاهرة الكبرى والتي أقيمت بالمركز الأولمبي نهاية العام الماضي، حيث سجل رقم قدره 21 متر و29 سنتيمتر. وتنبأ جميع المتابعين لنجم الأهلي في ألعاب القوى وصوله للأولمبياد بعد المسيرة الحافلة التي قدمها خلال الأعوام الماضية، حيث حصل النسر الأهلاوي على العديد من الميداليات خلال مسيرته، وكانت بدايته مع ذهبية البطولة الإفريقية الأولى للناشئين عام 2013، كما توج بذهبية البطولة العربية 14 للناشئين في نفس العام، قبل أن يحصد برونزية بطولة العالم للناشئين عام 2013 بأوكرانيا. واختتم العام الذهبي بحصده فضية البطولة الإفريقية للشباب بموريشيوس، ثم نجح في الحصول على فضية دورة الألعاب الإفريقية للكبار عام 2015 والتي أقيمت بالكونغو برازافيل، ثم حصد ذهبية بطولة البحر المتوسط تحت 23 سنة بتونس عام 2016. محاولة ناجحة محمد مجدي. ثم التتويج بفضية البطولة الإفريقية للكبار عام 2018 بنيجيريا، قبل أن يحل سابعا في كأس العالم للقارات في نفس العام. ثم نجح حمزة في حصد فضيتي البطولة العربية للكبار بمصر ودورة الألعاب الإفريقية بالمغرب عام 2019. ويأمل عشاق ومتابعو القلعة الحمراء في منافسة محمد مجدي حمزة على ميدالية بالأولمبياد المقبلة. 19 متراً و55 سنتيمترا محمد مجدي حمزة خليفة. محمد، يمكن شفنا التقرير، يعني ما شاء الله فترة قريبة، انت سنك صغير ما شاء الله لسه، ولا عارف ان يعني لعيبي دافع الجلة بيقعدوا فترة، يعني ما بيبطلوش صغيرين. حققت ميداليات كتير، ليك احلام كبيرة. خلينا نبتدي من اخر حلم وهو اولمبياد طوكيو. من هنا لغايه طوكيو هتعمل ايه؟ وطبعا الحمد لله التاهيل جه بدري، يعني جه انا كنت كل توقعات انا والكابتن ان احنا نتاهل في شهر 4 أو 5 في بطوله افريقيا، في بطولات كتير بتلعب. ربنا كرم وجت بدري، جت في اخر 31/12 اخر يوم خالص يعني. فركزنا طبعا ان احنا بقى ايه، نركز على الاولمبياد بس، ما نلعبش يعني، هنلعب بس بقى التركيز وتوب فورم يبقى على الاولمبياد بس. اولمبياد وشغالين والدنيا كويسه الحمد لله. قول لي يا كابتن، انت بتمرن فين؟ في سيدة خضراء. طيب انت دلوقتي اكيد ليك ارقام، خلينا بس نعرف الساده المشاهدين انت تاهلت ازاي. هو طبعا بعد احداث كورونا فاصبح التاهيل بيبقى غالبا من محليا من البطولات المعتمده جوه عندك في بلدك. ايوه. طيب الناس بتتساءل وسالوا لي يعني، طيب ما هو انا ممكن في بلدي يعني خلينا نتكلم بامانه، يعني ممكن يبقى في مصر بتبقى ملتزمه بس في دول ثانيه ممكن ما يبقاش الدنيا اكيوريت قوي او دقيقه، ازاي يضمن الاتحاد الدولي ان الارقام تبقى مظبوطه؟ هو دلوقتي الماتش يعني عموما اصلا الرقم نفسه بقى صعب، يعني هو فيه طريقتين. في ستاندرد عموما ان هو ارمي 21/10 واللي بيعديه ده بيتاهل دايركت على طول. تمام. ده عاده صعب يعني، ده في سنه من السنين بيجيب ميداليات الاولمبيات اصلا. 21 متر و10 سم. 10 سم. في حاجه ثانيه اللي هي بقى بالرانك. الرانك دي بقى اللي هو بياخدوا احسن 5 ماتشات ف ويعملوها افريج كده ويقسموها على 5 ويبقى البوينت بتاعه اعلى بوينت يتأهل. يتأهل. طب احنا في مصر عملنا انهي واحد؟ انا الحمد لله تأهلت اللي هو
بالستاندرد بالستاندرد على طول. رميت اكتر من 21 متر. انا كنت ماشي بالطريقتين يعني، انا كنت بحاول احافظ في الرانك وفي نفس الوقت بقول يا رب اتاهل بالستاندرد. الحمد لله رميت فوق ال 21 10، فتاهلت على طول. إيه انت الوحيد اللي تاهلت مش كده؟ لا انا وزميلي مصطفى عمرو نفس اللعبه بالظبط. مصطفى عمرو. طيب وبتمرنوا مع بعض ولا كل واحد بيتمرن مع مدربه؟ لا كل واحد مع مدربه. مدربك مين يا محمد؟ كابتن ياسر فتحي، مدرب النادي الاهلي. مدرب النادي الاهلي هو مدربك وهو اللي ماشي معاك. مصطفى عمرو نادي الجزيره. نادي الجزيره ومعاه مدربه برده من نادي الجزيره. طب الاتحاد دوره هنا فين؟ اتحاد العاب القوه، هل هو بيتابعك وبيتابع ارقامك ولا هو واثق كويس قوي النادي الاهلي هيعدك كويس وواثق النادي الجزيره هيعد عمرو كويس؟ اكيد بيبقى واثق برده، وفي نفس الوقت بيتابع يعني، هو متابع فتره كويس، ونفس الوقت هو واثق في النادي الاهلي ان هو هيدعم اقصى حاجه يعني. طيب انا بحب دايما ابتدي من النهايه مش من البدايه، اللي يهم الناس طبعا هي اخر لقطه. احنا هنتكلم على البدايات والكلام ده ولكن لاحقا خليني اسالك، يعني انت دلوقتي اللي بينافسك على مستوى العالم انت عايز توصل لرقم كام؟ بتقول انت من جواك كده، خلي بالك الحلقه دي ان شاء الله مسجله، ويا رب يا رب لما تاخد ميداليه ان شاء الله نحتفل بيك هنا احتفال كبير جدا. ايه الرقم اللي انت لو جبته اتمرنت ووصلت له في التمرين تقول انا مرتاح ان شاء الله ربنا هيكرمني في الاولمبياد؟ هو اصلا انا نفسي ارمي 22 متر. وطبعا بحس ان الحياه خطوات كده صحيح، يعني انا قلت نفسي ارمي 20 رميتها، بعد كده نفسي ارمي 21 الحمد لله جت. دلوقتي بتجيب 21 متر و10 سم عادي؟ الحمد لله. يعني لو دخلت ارمي 21 29 بالظبط، 21 29. 29 والرقم ده بتجيبه عادي؟ يعني لو دخلتك دلوقتي يا مجدي مثلا سخنت وبتاع ورحت تقول اجيبه؟ وطبعا ده يعني بيبقى في اوقات معينه في الموسم، هو ما ينفعش اجيبه طول الموسم، ده بيبقى غلط. طبعا لكن في اوقات طبعا يعني المفروض، يعني بحس في اللعبه دي بالذات اللي بيجيب الرقم بيقدر يجيبه بقى كتير، مش كده بس في اول مرة تيجي بس، بعد كده بتلاقيها جت كذا مره يعني. طب قول لي بقى، خلاص احنا كده ان شاء الله اطمنا يا رب وهنتابعك وهنقف جنبك وانت بطل، يعني بطل اسم بطل حقيقي. لما تاخد 7 قارات على مستوى العالم او بطوله العالم للقارات وتاخد 7، يبقى انت فعلا بطل مصري حقيقي. طب خلينا نتكلم على بدايتك. دفع الجله لعبه يعني مش ناس كتير تحب تلعبها، يعني خلينا اكلمك بيني وبينك كده، احنا رياضيين دمها تقيل، لعبه تقيله وبترمي كره تقيله، يعني ايه اللي جذبك في اللعبه دي؟ هو اللي يبص على اللعبه من بعيد ما بيحس ان الموضوع مش يعني مش عادي، يعني لعبه عاديه. لكن عموما انا بحب العب الالعاب الفرديه عموما عن الجماعيه، بيحب يلعب باسمه وطبعا باسم مصر، بس بتلاقي اسمه هو اللي مجهودك بيبان، مجهودي بيبان اصلا. صح. ومفيش حد ممكن يضيع مجهودي يعني. صحيح. دي حاجه وانا يعني اول ما جيت جربتها استمتعت بيها، وقعدت اتفرج على الناس بره. ويعني انت اللي اخترت اللعبه دي من صغرك؟ لا ما اختارش الصراحه. طب اللي حصل هو انا كنت بلعب كوره في النادي عادي، جه كابتن عيد. تلعب كره قدم؟ لا يعني مش لعيب. بتلعب اصحابك؟ وجي كابتن عيد شافني وحس ان انا يجي مني يعني في اللعبه، وبدات معاه وكملت معاه. ازاي يا كابتن ده كره القدم بالرجل والجله بالايد؟ لا هو مش شاف في مقاومات بدنيه؟ يعني شاف جسمه عموما. كشاف، هو تبع الكشاف فينا يا كابتن. كشاف، شاف لعيب، بص قدم لنا بطل، مجرد عينه شافت قدم لنا بطل. بس وبعدين كملت بقى طبعا، برضو كنت بلعب اللي هو حلم حياتي، يا رب جمهوريه، يا رب هو راح بيطلع خطوه. كم سنه ساعتها لما شافك كابتن عيد؟ اعتقد ده من 11 سنه تقريبا، انا دلوقتي عندي 24، حوالي 13 مثلا. انا عندك 13 سنه. كنت في النادي الاهلي وشافك اهلي الجزيره والاهلي مدينه نصر. مدينه نصر. ما الكوره هناك، انت لو تلعب كوره هناك عشان في ملاعب للاباء وبتاع، انا فاهم القصه دي كلها. فشافك قال لك تعالى، وكمان عشان كنا بنتمرن في مدينه نصر، تمام، الالعاب القوى بتتمرن، وصل الاول ملعب كان موجود هناك. بس فلعبت واستمريت وحصل يعني. هي سنه 2013 دي انا كنت في نفس السنه كنت تالت جمهوريه، وفي نفس السنه كنت تالت عالم. يعني في اولها كنت تالت جمهوريه، ما شاء الله، في اخرها كنت تالت عالم. يعني اكتشفوك 2013؟ لا هو مش يعني ظهرت في 2013. ظهرت موجود من قبليها، بس هو يعني نقول اكتشاف يعني، ما هو انت ممكن اكتشافك الحقيقي كلاعب 2013. بطوله تالت عالم؟ تالت عالم في نفس السنه في اخرها يعني، في دي في الاول ودي في الاخر. بس طبعا كان في يعني قعدنا 5 شهور قافلين على نفسنا كويس. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع محمد مجدي حمزه، لاعب دفع الجله الاولمبي ولاعب نادي الاهلي ومنتخب مصر، والمرشح ان شاء الله بقوه قلوبنا ودعواتنا معاه ميداليه في اولمبياد طوكيو 2020. يعني مجدي اجيلك، انت اكيد تدريبك مختلف عن اي لعبه، قول لي تدريبك ازاي، الجزء الفني والجزء البدني؟ هو احنا بتمرن يعني تمرينتين في اليوم، في صباحيه وفي مسائيه. الصباحيه عاده بتبقى بقى فتنس وكده، ومعاها الفتنس بتاعك ايه؟ متجري برضو يعني؟ اللعيبه اعرفهم انه بيجري يعمل نفس، انت مش محتاج نجري؟ لا يعني ممكن يجي وقت اعمل الجري، بس هو مش ده على طول، بس هو بتبقى في بقى الحواجز و نط حواجز. اه طب ايه ليه الحواجز؟ طب مش حواجز بالجري، لو سبرنت، لو بس
يعني. لا انا فاهم. لا حواجز يعني غريبه بتفيدك في ايه؟ لا كل حاجه، قوه انفجاريه و عشان بتخلي فيه خفه على الارض حتى، وخفه في الدوران وسرعه في الدوران يعني. لا ليها فايده كبيره يعني. يعني بنعمل وزن في الرمل كل حاجه ما يعني ده بينعكس عليك في لعبتك. طب الحديد هل بتلعب اوزان؟ طبعا. ايه العضله، ايه العضله المهمه في لعبتك يعني؟ دايما يقول لك كل حاجه. والله يعني هو حتى كل يقول لك ايه قوي دي عشان ترمي جامد. لا اساسا يعني احنا عندنا الرجلين بتبقى اهم من اللي فوق، مع ان انا برمي بدايه يعني. لا رجلين هل بزق؟ يعني فهو لا مفيش عضله، رجلين كله ترابيس مجانس كله كله شغال انت كله ما شاء الله. يعني انا يعني قاعد قدامك، اللهم صل على النبي، ربنا يحميك يا رب ما شاء الله. يعني ربنا يحميك يعني ويحميك لمصر كلها. انتوا جيل كلكم خمس لاعبين يعني، نقول انت ومختلف الالعاب طبعا، وعبد الرحمن وإيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل، مجموعه انتوا كده، وعبد الجواد، انتوا مجموعه كده يعني، وشهاب عبد العزيز، انتوا مجموعه مصر منتظره منكم، وعلاء العشري طبعا انا مش عايز انسى حد يعني. انتوا مجموعه كده يعني مصر مستنيه منكم كتير، انت حاسس بالفخر ان انت في الجيل ده؟ طبعا يعني كلهم عملوا انجازات كبيره، وبالذات ايهاب ومصطفى جمال. ايهاب كان عنده ازمه كبيره وربنا واقف جنبه صراحه. الحمد لله يعني الحمد لله انه رجع، وان شاء الله هيكون برده موجود في الاولمبيات وقوه باذن الله، ويلعب على ميداليه. والجمال برده كذلك، وكذلك شهاب وحسن جواد وعلاء. كلنا مركزين، وانا فخور انا في وسطهم والله فعلا يعني. انت يعني يعني خريج جامعه على فكره، انا بس سالته في انت خريج ايه؟ اقول للساده المشاهدين انا بزنس في الجامعه الكنديه. يعني ما شاء الله يعني حتى ويل اديوكيتد، والمنتاليتي بتفرق كويس جدا مع الرياضي. خلي بالك يعني التعليم ما بيعطلش ابدا عن الرياضه، وانت احد هذه الابطال. طب كلمني عن تمرينك، انت بتمرن الصبح فتنس وقلنا خلاص طب بالليل هو فتنس الصبح، ويبقى فيه معاها برضو حديد بعمله الصبح، وبالليل بيبقى هو بقى التركيز جدا على الرمي، وحتى يعني برمي جوه وبره، بشتغل الحاجات تبع التكنيك اللي هي بتسبورت الرمي نفسه. هو ده بيبقى يومي، وتختلف بقى ساعات. ساعات الكابتن بيحب يغير. كم ساعة الصبح وكم ساعة بالليل تقريبا؟ يعني اعتقد مثلا ساعتين الصبح او ساعتين ونص، وبالليل مش اقل من 3 4 يعني. تمرينك 3 4 ساعات ما شاء الله. ده بالليل بس بيبقى صعب يعني. يعني بتتحدى نفسك يعني على فكره، دي مش زهق، مش قصدي انها زهق، بس صعب يعني. لا هي لا ممتعه يعني اصلا، حتى وقت الرمي ده ما بناخدوش كاننا عايزين نخلص. عندي مثلا 20 رمي عايز اخلصهم ومشي. لا ده احنا بنرميهم بشكل ومستمتعين ونقعد نصور نفسك يا مجدي. بتقعد كل شويه تشوف انت عملت ايه. وطبعا هو الكابتن يعني وقت بيحب يصور بيصور، بس انا يعني هو بيبقى واقف طبعا شايف، هو اللي بيصلح كل حاجه. وساعات بنحب نقعد نصور ونتناقش، لكن هو طبعا عاده ما بيبقاش التصوير ده كل حاجه يعني، بيبقى رمي او رميتين بس في التمرين كله يعني. طب قول لي، كورونا اكيد اثر عليك يعني، ما هو انت ما فيش احتكاكك، بس خلينا نشوف اخر لقطه يعني. الاولمبياد اللي فاتت رقم كام اللي خد ذهب تتذكر؟ 22 54 او 51 حاجه رقم. طب الفضه؟ الفضه لا كان 21 حاجه، 21 يعني انا افهم من كلامك ان انت 22 خلاص يعني 22، انت دلوقتي في ال 21. هي لعبه يعني، هي لعبه ما لهاش برضه، ما انا عارف يعني. هو يعني في سنه من سنين ممكن 21 يستعمل ذهب، في سنه زي بتاعت الدوحه دي اللي رمى 22 حاجه 50 عمل رابع. خبر ابيض. بس هي كانت سنه طفره. ويعني انا شايف انها ممكن ما تتكررش تاني بالطريقه دي. لكن هو على مر التاريخ يعني 21 من 21 40 او 30 دي بتبقى ميداليه موجوده في ماتشات كتير جدا. بس انا شايف ان انت هيبقى عندك مشكله ان انت مش عارف لاست ابديت للمستوى العالمي ايه يعني. انت بطولاتك كانت شغاله على طول، فانت عارف اللعيبه اللي انت رايح لهم. انت ممكن تروح بطوله تلاقي لعيب مفاجاه. لا هو عارف ان عارفينهم، ووصل ان شاء الله احنا مرتبين ان احنا نلعب ماتشات قبل الاولمبياد. في يعني هيتقابل بطولات يعني. هو عاده المفروض تطلع معسكر بره، تقعد بره، تبقى قريب منهم وتلعب معاهم ماتشات. ده اللي بيحصل، ان هو بس لسه هتمشي ازاي احنا مش عارفين صراحه. والله ممكن تستضيفوها في مصر يعني، بتهيالي انا يعني اناشد طبعا اكيد المسؤولين. بس هم اصلا يعني هم اللعيبه التانيين بيحبوا يلعبوا في الجو الاوروبي بتاعهم وكده. فما اعرفش هم يعني حتى لو جم هنا هيقدروا مثلا يلعبوا. طبعا احنا اكيد بنتمنى، بس ما اعرفش. بس هو بيبقى عاده المفروض ان احنا اللي بنروح وبننافس معاهم. الاجواء يعني بتبقى هناك اكتر، وكمان الدول الاوروبيه قريبه من بعضيها. فبيقدروا يجوا بسهوله، انما مصر بعيده ممكن ما يقدروش يجي لها. طب خليني اتكلم معاك في نقطه مهمه قوي بقى، الا وهي المنشطات. ودي اللي وقع فيها ايهاب عبد الرحمن، وهو ما كانش يستحقها طبعا، ولكن الظروف جت كده.
انت مخلي بالك موضوع المنشطات ده كويس قوي يا ابني. جدا جدا ومع ذلك يعني مثلا ببقى كل حاجه يعني طبعا مثلا لو جالي برد ولا حاجه والله ما بخش ادويه خالص. ببقى بعيد بخاف اشرب ميه اصلا بشرب ميه تحت الازازه وشفت منها لا اسيبها مثلا اجيب ازازه ثانيه يبقى في رعب كده ولما يجي حل بفضل برده متوتر يعني مش عارفين يعني طب وانت ممكن في اي لحظه الاتحاد الدولي يطلب تحليل؟ طبعا طبعا حتى لو انت لسه ما قربتش للبطوله يعني ممكن دلوقتي يقول لك انا عايز احلل لك؟ في نظام اسمه ادمز او ربوت ممكن في اي لحظه بيجوا مثلا في ساعه في اليوم ممكن يقول لك فيها صبح في البيت ومبقاش واحد حتى مصري يبقى ممكن واحد جاي لك مخصوص انت بس انا مش في النظام ده في لعيبه كتير مصريين في النظام ده بس انا مش في النظام ده طب ليه انت مش في النظام ده؟ ما اعرفش بس يعني هم اللي ما حطوكش في النظام يعني هم عاده ممكن تلاقيهم بيطلبوا اسمه ريباوت لكن احنا عاملين اللي علينا و طب يا رب ما تتحط فيه لا ليه لا احنا جاهزين الحمد لله الحمد لله يعني والله العظيم مخلي بالي جدا وكده ولا يعني مثلا في شهر 12 ده انا حللت مرتين في خلال اسبوع اسبوع ونص مع نفسك مش مع نفسي انا لعبت الجمهوريه حللت تاهلت حللت ما هو يعني انت كنت داخل منظمه المصريه قالت لك تعالى حلل هم اللي قالوا لك تعالى ولا رحت طلبت انت التحليل لا طبعا هم اللي بيطلبوا طيب وبتتحلل في اي معامل يعني انا اعرف ان احنا لسه ما عندناش معامل في عرب في اسبانيا في مركز في تونس في مغرب في مركز او تونس على ما اتذكر بيبعتوها انا ما اعرفش قوي بس هو اكيد بره مش في مصر بس انا ما اعرفش يعني انا بيقولوا لي بيبلغوني في زملائي في الاعداد ان احنا بنحلل في برشلونه معملنا برشلونه انت عارف طبعا منظمه العالميه الوادة بتاعت اللي هي طبعا مكافحه المنشطات شد حيلها شويه شد حيلها وصراحه هم متعاونين يعني احنا على طول مثلا لو احتاجنا اي دواء بنكلمهم سواء عذر طبي او سواء كده هم متعاونين معانا وان شاء الله يعني نبقى بعيد عن المشاكل باذن الله بس بيتهيالي ان ده يعني برضو حاجه مفيده ليك يعني انت راجل بتاخد بالك من نفسك مش واخد منشطات فانت انت مرحب بده يعني اللي يخاف من ده هو اللي بياخد منشطات هو المشكله في حاجه مشكله اصلا يعني منشطات في هرمونات حاجات صريحه كده تبقى باينه في حاجات تانية احنا يعني مثلا ايه لو في دواء برد ممكن تلاقي في ماده في حاجه فيها كورتيزون مثلا يعني حتى في مواد قطره العين وانا اصلا عندي اصلا بزي مشكله في عيني فباخد قطرات كتير وطبعا بسال عليها الاول ف معاك دكتوره يا مجدي في ليه دكتوري معاك ببعت يعني ببعت بسال على طول اول باول يعني بس هو فعلا اللي هو الموضوع مولي ان هو مش يعني حتى المواد ما بتبقاش منشطات صريحه بتبقى مركبات بتبقى مركبات ومواد بسيطه جدا وانت محتاج دكتور ممكن حاجه في الاكل بالظبط يعني الكافيين الناس ما انت لو شربت كوبايتين قهوه زياده يبقى ده كافيين تعادل النسبه دخلت في منشطات يعني دي كانت في وقت من بس اعتقد دلوقتي نبقى عليها مش قليله دلوقتي في كافيين يعني بس. انا بقول مثلا يعني مثلا بقول مثلا مثلا موضوع اللحمه يعني سمعت ان اللحمه برضو يبقى برجر فيه بعض الهرمونات يوقفك وفعلا هم المفروض ان هم دلوقتي يعدلوا الحته دي بس هي قبل كده برضو في كذا حد وقف وهو موضوع مثلا انا اكلت مش عارف اعمل ايه خلاص كلته يعني فهو يعني انت يعني بتدور على الاكل ربنا بيسترها معانا والله ربنا يسترها معاك لان الحقيقه موضوع انت ماشي انت بتحارب فنيا وبتحارب المنشطات موضوع صعب جدا طب تنصح لعيبه مصر بايه؟ يعني برضو انت اكيد في لعيبه ناشئين بيشوفونا وعايزين ياخدوا خبرتك تنصحهم في ايه في موضوع المنشطات ده؟ هل اقرا الليسته ابديت كل شويه؟ في لسته تنزل على الموقع بتاع الواده نفسها وفي نفس الوقت موقع النادي بصراحه يعني وفي نفس الوقت اسال يعني انا كل اللي بعمله انا نفسي بعمل كده لما باخد اي حاجه بسال وساعات بيحصل حاجه يعني مثلا لو دخلت مستشفى بسبب حاجه مثلا حاجه في المعده حاجه في كده ساعتها كل الادويه بقوم جاري على طول عايز اعمل عذر طبي او حاجه بتبقى دي حاجه حصلت غصب عني يعني. طب بس بتهيألي دكتور اسامه غنيم هل بيتعاون معاكم في ده؟ بيتعاون الحمد لله يعني موفر لكم هل مثلا لجنه طبيه ولا مع اللجنه الطبيه بتاعت اللجنه الاولمبيه بتتعاونوا؟ يعني هو عموما يعني احنا يعني بنسال على كل حاجه بناخدها وهم بيردوا علينا وده اللي احنا محتاجينه يعني مش اكتر من كده احنا محتاجين فعلا بس يعني اي دواء باخده بتاكد ان هو سليم وخلاص باخده خلاص يعني اي دواء فيه حاجه مستعد كده بنسيبه ونحاول نجيب اي حاجه قريبه منه بنقدر ماشيين بالطريقه دي طب هو انت حتى لو ما عندكش بطوله انت محافظ على النظام ده انت ما تعرفش الماده دي ممكن تقعد في دمك قد ايه طبعا طبعا حتى اصلا حتى التحاليل مش في بطوله بس يعني التحاليل ممكن في البيت عادي يعني قاعد في فتره الاعداد مثلا ممكن يجي لك تحليل عادي جدا يطلبوه وده عاده بيحصل يعني طيب خلاص يعني ربنا معاك اقول ايه يعني ما اقدرش اقول لك حاجه غير ربنا معاك لانه انت يعني انت عين في الملعب وعين على اكلك وعين على الدواء يعني الموضوع صعب المشكله هو بس هو لازم ابقى احمد بيد ربنا بس يبعد عن المشاكل ويتمام على خير والحمد لله يعني يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله طب انا عايز اخش على حته النادي الاهلي انت لاعب في النادي الاهلي ويعني ودايما النادي الاهلي بيدور على الاحسن فالاحسن
والنادي الاهلي اكيد ليه دور في رعايتك، يعني انت برضو الغذاء بياخد طبعا ارقام كبيره، طبعا انت محتاج جو واتموسفير ومدربين. كلمني عن رعايه النادي الاهلي ليك. هو احنا ممكن نتكلم حتى على اخر فتره دي، يعني كان قبل التاهيل بحوالي شهر كده هما النادي كلمني وقال لي ان انا المفروض اعمل عقد في النادي، وجبنا اللقطات وجبنا الحاجه دي وفرحت انبسطت، يعني جالي معلوماتي عليت قلت الحمد لله. العقد حاسب بيا يعني حتى العقد جه في وقت ما حصلش فيه انجاز، يعني يمكن هما كانوا حاسين ان ممكن انجاز يحصل مثلا. خلي بالك الكابتن ياسر داوود اكيد يا جماعه الراجل ده بروميسنج طبعا. بس فحصل العقد وبعديها بشهر حصل التاهيل الحمد لله. يعني ويا يعني انا في اخر الفتره دي كنت قلق، يعني حاجه كانت نفسيه. ايه كم سنه مضيت؟ أربعة. فالحمد لله الحمد لله يعني. لا خلينا، انا عايز اتكلم عن موضوع العقد ده والتعاقد، بس خلينا نطلع لفاصل عشان محتاجين يعني نتكلم فيه بمعان، لان احنا كنا غطيناه في قناه النادي الاهلي هنا وتوقيع كنت رباعي مضيته تقريبا لرباعي العاب القوى. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع. وزي ما انتم شايفين لعيبه العاب القوى فعلا بيتعبوا، هي ام الالعاب، مش ام الالعاب بس كرؤيه وكفرجه، ولكن ام الالعاب في الاعداد والاستعداد. خلينا نكمل حوارنا مع محمد مجدي حمزه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع محمد مجدي حمزه، مش محمد مجدي قفشه، محمد مجدي حمزه طبعا. هو طبعا تشابه اسماء، ولكن ده نجم كبير في دفع الجله ونجم اولمبي، وان شاء الله مستنيين منه ميداليه كبيره في اولمبياد طوكيو 2020. مجدي، يمكن عندنا عقدك اللي انت مضيته مع النادي الاهلي، انت قلت ان هو جه قبل انجاز، فهم لي دي. يعني هو جه في وقت فعلا انا ما كنتش متوقعه، ولما اتقال لي عليه انا استغربت، قلت يعني حاجه فعلا حاجه، يعني بقول يا رب مثلا ايه بتاهل فيحصل تاهيل طبيعي، بيحصل في بيحصل عقد في النادي والدنيا تبقى احسن، والدنيا تبقى احسن. فهي لا، هي حصلت حتى قبل التاهيل بشهر شهر، قبل ما تعمل رقم او تاهيل او قبل حاجه، قبل ما تاهل قبل ماتشات قبل اي ماتش حتى، يعني ما كانش في بوادر ان انا ممكن مثلا اتاهل او ما اتاهلش، محدش عارف. ودي تالي حاجه معنويه جيده يعني، طبعا فرقت معايا جدا يعني الحمد لله. وخليني اقول لك ان بس يعني مش بس يعني اداره النادي او اداره النشاط الرياضي ومجلس الاداره حاسين باهميتكم او حاسين قد ايه انتم مهمين لمصر، الجمهور كله دلوقتي متابعكم الحقيقه ومستنيين ان شاء الله منكم ميداليه. خلينا نتكلم بقى فنيات شويه في الجله، انت يمكن عندك في اوزان، انت قلت لي في الجله في الكوره نفسها، قولي ايه الاوزان وبتتلعب ازاي، يعني قول لنا الكاتيجوريز بتاعتك. هي بتختلف من كل سن، تحت 14 بالثلاثه، تحت 16 بالاربعه، تحت 18 بالخمسه، تحت 20 بستة، في الدرجه الاولى بقى اللي انا فيها دلوقتي دي اللي هو من فوق ال 20 سنه، ده بيلعب ال 7 كيلو و260 جرام. 7 كيلو و260 جرام. 260 جرام. دول اللي انت بزقهم 20 متر. لو انا لو زقيتهم مش هزقها متر ونص. ما شاء الله. لا 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 بتزق يعني. لا بتزق بالنسبه لي. هي الصعوبه وكلها بتبقى في، انا شايف انها بتبقى في السبعه، هي اصعب مرحله يعني. طبعا طبعا. المرحله اللي قبليها هي برضه في ممتعه وكده، بس هي السنتي في السبعه صعب. طب مين ماسك الاعلى؟ مسك الاعلى اللي انت عايز تبقى زيه في ايه؟ في دفع الجول. دفع الجول امال في ايه؟ من بره ولا في مصر؟ اي اللي انت عايزه. هو طبعا من بره اساطير كبيره يعني. هو يعني مثلا انا بحب لعيب نوزان سبتو مولش، فعلا يعني ده انا بالنسبه لي بحس ان هو مسك الاعلى. ويعني وفي مصر طبعا يعني واصل مصطفى عمرو كلامه لما ال 21 متر تقريبا 2017 ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني. ما شاء الله. فطبعا كنت بتعلم منه لحد ما رميتها وهو ساعدني كتير بصراحه ما شاء الله. طيب خلينا نروح معانا عبر الهاتف الكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم. جميل انت يعني الحاضر الغائب النهارده ودايما في سيرتك بكل الخير، وطبعا انت عارف لاعب النادي الاهلي او لاعب بتاعك محمد مجدي طبعا حمزه معانا في الاستوديو، يعني يمكن كنا بنتكلم على العقد والتجديد، ايه اللي خلاك تقول يعني يا جماعه احنا عايزين نجدد للاعب ده او نمضيه بالرغم انه كان لسه ما كانش فيه انجاز كبير؟ والله بص يا كابتن هيثم، انا هعمل فلاش باك بسرعه معاك. احنا عملنا حلقه قبل كده من حوالي 3 شهور مع حضرتك. صحيح. وقلنا ان احنا ان شاء الله عندنا ناس هتتاهل باذن الله، واحنا عارفين شغلنا كويس، وحنا يعني كنا على لقاء قلنا حتى هنتقابل ان شاء الله بعد التاهل، وهنتقابل ان شاء الله ربنا يكرمنا بتاعه حصول على ميداليه ان شاء الله يا رب. فطبعا التجديد بالنسبه لمجدي وكل الابطال اللي زيه يعني مش عايز اقول شيء متوقع وكده وكله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، انما احنا كنا متفقين ان احنا رايحين في السكه دي، عشان كده حتى قلنا ان احنا في طريقنا لتعديل عقد مجدي. لان طبعا هو مجدي ما شاء الله عليه يعني نموذج
لجميع لاعبي النادي الاهلي، راجل عضو عامل وعلى خلق وعلى تعليم عالي وثقافه ورياضه، يعني مش موضوع بطل رياضي وبس. صحيح صحيح، ده كان التارجت بتاعنا كنادي اهلي في الجهاز، والحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا بنسبه، يعني مش عايز اقول مبالغ ولا متفائل، مش اقل من 80% حاليا في الاربع سنوات اللي فاتوا دول. فكان يعني كنا متوقعين ده ومتفائلين خير وهارد وورك، يعني شغالين ان احنا رايحين للتارجت ده، والحمد لله ربنا وفقه وتأهل من بدري الحمد لله، عمل حاجه كويسه. و بس ده كان مرجعنا ان احنا ان شاء الله هنعدل عقدنا في الفتره الجايه بناء على الشغل والمجهود المبذول والنتائج المتوقعه الحمد لله. والنتيجه الحمد لله تشرفنا كجهاز نادي اهلي وك رياضي جمهوريه مصر العربيه، وطبعا على راسهم لاعبي النادي الاهلي في جميع الالعاب الحمد لله، حاجه جميله. طب كابتن، يمكن احنا عندنا الاولمبياد خلاص اربع شهور تقريبا على انطلاق الاولمبياد، المعسكرات الخارجيه ايه اخبارها، اعداد اللعيبه دي في الاربع شهور اكيد حضرتك عارف بيه واكيد انت مخطط له بشكل ما او باخر. هو الحمد لله التخطيط بيبقى مع مشاركه الاتحاد طبعا المصري للالعاب والقوى طبعا، واللجنه الفنيه المسؤوله عن المنتخبات طبعا، المعسكرات ومحمد تحديدا. يعني احنا عندنا ايهاب حاليا في جنوب افريقيا وحسن حصله، مصطفى هنا، محمد مجدي يعني مع الكابتن ياسر هو اللي بيحدد في جلسات مستمره مع الدكتور سيف رئيس الاتحاد، يعني يكون اعتقد شبه اسبوعيا او كل 10 ايام، بحيث كل مرحله ليها الاتجاه بتاعها. يعني انا مثلا بقول لو انا العنصر القوه بتاعي وصل الحته دي والرمي بتاعي هنا، يبقى هروح مثلا اسبانيا، لا لو حصل اكتر من كده او اقل من كده هروح في حته ثانيه. فبيبقى في بدائل اي وبي، وطبعا طبقا للامكانيات المتاحه في الاتحاد بيتم توجيه اللاعب والمدرب والاتصالات، سواء كان طبعا عن طريق الاتحاد المصري للالعاب والقوى في الدول اللي احنا رايحينها، ومعسكر مع مين وفين بالظبط، والبرنامج المعمول ايه، ومين مسؤول عن الحديد ومسؤول عن الناحيه الفنيه، وده بنتابعه مع رئيس الاتحاد المصري للالعاب والقوى. طب قول لي يا كابتن، يعني انت متوقع من هنا الاولمبياد كم لاعب يتاهل من النادي الاهلي للاولمبياد؟ يعني يمكن في العاب اتاهلت خلاص، ويمكن محمد مجدي معانا في الاستوديو اهو منهم، ولكن اكيد لسه في منافسات شغاله. كم لاعب بالتقريب يا كابتن توقعاتك هيكونوا في الاولمبياد من النادي الاهلي؟ باذن الله ان شاء الله توقعاتي اربعه باذن الله تعالى، وبنحاول يعني في مش عايز اقول مغامره، في خامس ان شاء الله، او اللاعب هي تحديدا برده مش نفس حاولناها بالظبط دلوقتي، انما في السكه خامس لعيبه ان شاء الله احتمال تتاهل باذن الله قريب. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن، واحنا باذن الله يعني ربنا يكرمنا بميداليه، وهنعمل احتفال كبير جدا هنا في قناه النادي الاهلي بيكم، ربنا يا رب يكرمكم ان شاء الله. كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز العاب القوى بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يمكن تبقى حاجه كويسه ان يعني مدير فني حاسس باللعيبه وعارف ومتابع، وعندك منتخب كمان واقف في ظهرك، تبقى حاجه كويسه. يعني بيبقى برضو اكيد الوزاره ليها دور في دعمكم معسكراتكم. يمكن كورونا عطل القصه دي كلها، يمكن كورونا كان في اكيد برنامج معمول لكم جاي غير كل حاجه. احنا يعني احنا عملنا عيد قوي جدا، وكنا نلعب وكنا اتفقنا خلاص ان احنا نسافر، كنا نلعب في المانيا نقعد لنا شهر ونص، كل ده مره واحده قفل وقعدنا في البيت حتى ما لعبناش. يعني ما هو التمرين برضه التمرين بس حاجه صعبه. طب قول لي يعني عبد الرحمن بيقول لي ايهاب في جنوب افريقيا هناك ده معسكر ولا بطوله؟ هو معسكر ويعني عارف المعسكرات بيبقى ممكن في ماتشات بتلعب، بس انا ما اعرفش بصراحه هو هيلعب ولا لا، بس هو انا اعرف هو معسكر تدريبي ما طبعا بيبقى اكيد المعسكر بيبقى فيه ماتشات، ما انت رايح تحتك مع اللاعبين يعني اكيد يعني. وانتوا كمان ميزه ان انتوا بتتمرنوا في مضمار واحد، يعني ممكن يبقى اربع خمس لعيبه بيلعبوا في مضمار، ده بيخش يلعب وده بيخش يلعب، تبقى الدنيا جميله. طب قول لي يعني خلينا نقول انه حلم الاولمبياد اكيد يعني عند الجميع، ولكن التنسيق مع الاتحاد والتنسيق مع مدربك والتنسيق مع النادي مهم في الفترة اللي جاية. يعني انت محتاج الاول تعرف الاتحاد خطته ايه، تنسق مع مدربك، الكلام ده ظهر دلوقتي ولا لسه؟ هو عموما في حتة التنسيق مع الاتحاد والنادي وكده دي انا بكون براها لحد ما، لان هو المدرب هو اللي عايش الموضوع. مدربك يعني هو يحط الخطة ويقول لي احنا فاضل اربع شهور، يعني المفروض الدنيا تكون بانت. هو حتى لو في اي حاجه الاتحاد هو عايز من الاتحاد او كده، هو بيروح لهم وبيكلم معاهم. يعني انت اللي بيتكلم باسمك هو مدربك، لان
ما انا ما اقدر يعني ما بروحش بصراحه، بمركز تمرين واروح انام اكل اتمرن. بس هي الفكره كلها ان فاضل يمكن اربع شهور تقريبا، الدنيا يعني قربت، يعني بتهيألي المفروض يكون البلان بقى محطوطه داي باي داي زي ما بيقول يوم بيوم. هو المشكله اللي حصل ان انا كان في اخر شهر 11 قبل التاهيل حصل في رجليا وجع كده عند جنب وتر اكيليس. الاكيليس الف سلامه، ده بيبقى عند الانكل. يعني هو مش الوتر نفسه، هو في وتر جنبي كده. وانا بصراحه يعني كنت فايق في التمرين كده، اتحملت عليه قلت لا مش هوقف، وخدت الريسك وتاهلت. فبعد ما ده عطل شويه، انا بعد ما تاهلت عرفت ان انا عندي التهاب هنا وبحتاج جلسات وكده. فدي الخطه طبعا بقى اتغيرت، ما وقفتش، انا بتمرن اتمرن بس مش ممكن مش بنفس مش بنفس القوه خالص. لكن حاليا الحمد لله الدنيا احسن كتير الحمد لله، وماشي وحاطين خطه على ده الاساس. طب قول الوزن يا محمد، يعني هل في الجله مثلا في بيبقى احنا مثلا في الالعاب الفرديه دايما بيبقى في اوزان تحت كذا وتحت كذا، خاصه في اللي فيها نزال عندكوش وزن؟ عندنا هو سن ومفتوح يعني، هو حتى طول والحاجات دي مش بتختلف. بس خليني الوزن مهم ليك انت، سيبك من المنافسات. الوزن انت بيبقى الكتله بتحسوبه، لفتك دفعتك برجلك، فلازم ليك وزن اوبتيمم توصل. وانا رميت لما رميت 2085 رميتها في المغرب 2019 اللي هي افريقيا، وكان وزني زياده يعني. شفت انا قلت لك كان وزني زياده، وساعتها احنا هي دي يا كابتن؟ هي دي فعلا. هي دي كمان، هي دي كمان يعني. يعني وزني هنا كان زياده شويه. يعني انا كلامي صح ان وزنك بيأثر في الرياضه؟ اتفقنا، وقبل ما ابدا يعني حتى ايه اخر فتره الكورونا قبل ما ابدا بقى الاعداد وكده يعني انت تزود وزنك. لا مش زود وزن بقى يعني، حافظ على ده. كنت اللي هو عايز ابقى قوي في نفس الوقت ووزني والدهون تقل جدا. كنت عايز اقلل الدهون. يعني انت عايز تعمل ريبليس للدهون بقوه عضليه؟ بقوه عضليه. ده قصص. فركزنا على الحته دي وجت الحمد لله وفرقت معايا في الدايره جدا. دلوقتي طبعا الوزن زاد سنه شويه عشان انت قاصد. لا ما هو الشتا بس انت يعني اكيد قاصد ده عادي ازيد دلوقتي. عادي يعني، بس المهم ان انا بعرف انزل تاني. برافو عليك يعني. هي دي الفكره بقى. وان انت تبقى اهم حاجه، ما هو انت الوزن ده ممكن ياثر معاك في اللفه. طبعا. ودفعت رجليك كل ده ياثر. شايل الحمل عليا وشغال بيه ومش مستفيد منه. وبس يعني. بس لو بقى عضلي هيفيدك. طبعا المفروض يعني ما يعني شلت دهون وحط مكان عضل، فالموضوع بقى فيه خفه اكتر، بقى فيه باور اكتر يعني. صحيح. طب مين بطل العالم دلوقتي يا كابتن؟ امريكي اسمه جوكوفيتش، هو حتى اقصر لعيب موجود دلوقتي. اقصر لعيب ايه ده غريبه. بس هو قوي جدا ما شاء الله. هو قوي. طب انت اتمرنت معاه قبل كده؟ في المغرب دي كان هو تقريبا كانت مراته مدربه في منتخب نيجيريا، فهو كان موجود هناك واتفاجئنا بيه. لا ثانيه واحده، مراته مدربه منتخب نيجيريا فهو جه معاها. جه معاها كان يتمرن معاها هناك. فاتمرنت معاها. شفتهم هما الاثنين كده، ووقفنا اتكلمنا معاه وصورنا معاه وكده. وهو ما كانش بطل عالم يعني، حتى ما كانش في صوره يعني. يعني هو فاجئ الناس في اخر السنه. بس كام سنه هو دلوقتي؟ ما اعرفش صراحه. بس هما كلهم كبار يعني. كبار. انا قلت لك دافع الجول. انا يعني دافع الجول اعرف ان هو بيقعد ممكن 40 سنه عادي جدا. مش اي مشكله طول ما محافظ على قلبه ومحافظ على جسمه، فالدنيا بتبقى كويس. طيب قول لي يعني، خليني اتكلم برضو في حته يعني الفنيات اكتر. يعني يمكن اللعبه ليها فنيات، ليها يعني امور كده تخصكم، كلمنا عنها يعني. قول لي والله لا انا المهم جدا ريست ايدي يبقى مش عارف ايه، الزقه مش عارف ايه، الزقه تيجي من كتفي اكتر. يعني كلمنا عن فنيات اللعبه، عرف الساده المشاهدين الفنيات. يعني التكنيك التكنيك هو في نوعين، في دوران في زحف، في دوران وفي زحف. اللي بعمله ده اللي هو الدوران. هو عاده يعني احنا بنركز عموما في ان يكون في ندور باقصى سرعه، وفي نفس الوقت محافظين على نقط القوه اللي موجوده، وبرمي بقى جوه الدايره، ما اطلعش بره عشان كده محاوله فشله. فشله طلعت بره فشله. بس وبنركز على الحته دي. بس طبعا يعني ان انا اتكلم عن النقطه دي الموضوع لا انا قصدي صح يعني. انا يعني حاجه كده بس بالظبط. الدوران انت اللي بتلعب فيه، في غيرك بيلعب زحف طبعا. الزحف بيبقى ارقامه اقل. هو فجاه الزحف سنه من السنين بتبقى اول عالم زحف، وفي اولمبيات يعني في يعني مثلا دي ده الدوران اهو. الدوران ده الدوران تمام. انت الزحف تاخد كذا خطوه. اولمبيات بكين واولمبيات لندن الاثنين كسبوا واحد بس. بس انا قصدي اقول ان يعني الزحف بيوصل 20 متر برضه. بيوصل 22 متر. طب دي منافسات ودي منافسات، ولا انت ليك الاختيار في دي او دي؟ الاختيار عادي، انت بس ترمي وعايز تعدي بقى بزحف دوران اللي انت عايزه. انت عايزه بس هو يعني هو عاده الدوران بيبقى هي الاقوى. وكتب كانت بتقول كده. بس الزحف لا، في يعني في الاولمبياد في اثنين كان لحقوا زمان، في ناس رامين 23 متر زحف. هو رقم يعني صعبه قوي دي. صعبه جدا. هو رقم عام 23. طب اللي بيرمي زحف وجيت خليته يرمي دوران زيك؟ كله يبقى كده يعني. انا كنت كده وكله كده. هو بيبدا حياته بالزحف
ومره واحده بيقلب دورانه في بيكمل زحف في بس بيكمل. هو دلوقتي مثلا يعني في نقطه عامل فايت دي انا ما لاحظتش حد زحف مش واحد كان زحف كل دوران كل دوران ياخد الانيرشيا شويه شويه تلاقي في واحد بقى زحف او اتنين زحف بس هو دوران بيبقى اكتر بكتير يعني. طب يعني اشهر اصاباتكم ايه كمان؟ انا بتكلم في الفنيات عشان الناس اللي بتشوفنا ونفسه يلعب جول يبقى فاهم. يعني مثلا نقول الكوره كره القدم بعد الشهر الصليبي انتوا عندكم ايه اصابات الاكيلس اصابات الركبه اصابات الكتف؟ لا هو الاكيلس دي مش عاده ان هو الايد عشان الجول اصلا تفلت مع الاصابع وكده دي في جول جامد مشهوره ريست الايد نفسه ريست الايد نفسه وهي دي بحس انها اشهر اصابه في ساعات بيبقى في كوع كده بنش بس تنس قلبه مثلا ولا بتبقى اصابه مثلا في الكوع خشونه ممكن تبقى خشونه عضله في الرمح الكوع ده مشكله جامده عم شايفهم دايما على طول في الرمح يعني في الرمح المطرقه ركبه يعني صريح. كل لا صراحه المطرقه بحس انها بالنسبه لي انا اصعب لعبه صعب يعني صعب. كابتن محمد الله يكون في عونك الله يخليك نورتني وشرفتني الحقيقه في الاستوديو كلامك ممتع ولعبتك ممتعه ونتمنى ان شاء الله تحقيق ميداليه اولمبيه لمصر مصر هي الاساس وطبعا احنا اسم ايجيبت ده يعني اسم كبير جدا وانت بتحمله اتمنى لك كل التوفيق واشكرك يا كابتن اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع محمد مجدي حمزه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الرمي الكله احد الابطال الحقيقيين المرشحين بقوه لميداليه اولمبيه قلوبنا ودعواتنا معاه ومع اللي زيه ان شاء الله عشان نحقق ميداليه اولمبيه لمصر وعلى فكره مش هيبقى اخر لقاء مع محمد هنجيب كل ابطالنا معانا وهنفضل من هنا لغايه الاولمبياد بندعمهم ودي سياسه الدوله ودي سياستنا ان احنا دايما ورا ابطال مصر وابطال النادي الاهلي بشكركم شكرا جزيلا حلقه جديده مع الابطال الاربعه مش طالعين ان شاء الله انتظروا بعد الحلقه البيت الكبير كابتن هاني رمزي والزميله سهام صالح ولكن بعد الفاصل شكرا جزيلا